طيب برحب بحضراتكم اكيد انا وكريم مره ثانيه. خلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. هتكون معانا سالة حامد مراسلتنا العزيزه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالة بونجور، صباح الخير، سامعينك وعايزين نعرف منك اخر الاخبار الخاصه طبعا بالنادي الاهلي، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوندو حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم معاكم في اي حاجه يعني اقول لك يا نهاوندو، اقول لك يا كريم كل سنه وانتم طيبين طبعا، وكل سنه وكل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري بخير وبسعادة طبعا بسبب حلول عيد الأضحى المبارك خلاص يعني بعد كام يوم. فبقول لكم كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما بخير وسعادة. خليني بقى أرجع وأتكلم شوية عن أخبار النادي الأهلي وأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، واللي بعد مباراة أمس يعني قرر إنه جميع لاعبي النادي الأهلي ياخدوا راحة من التدريبات النهاردة وإن شاء الله هيعودوا للتدريبات الجماعية الايام القادمه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه في بطوله الدوري، وهي اللي هتكون امام فيوتشر يوم الثلاث القادم اللي هيكون يوم 12 من الشهر الجاري، وهتقام المباراه دي على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 9 مساء، ودي هتكون المباراه في الجوله ال 24 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان بالنسبه للالعاب الاخرى، ويمكن الفتره الماضيه انا هوندو كريم او الايام الماضيه امبارح واول امبارح يعني كل الاجهزه الفنيه اجتمعت مع اللاعبين في جميع الالعاب، سواء يعني لعبه كره اليد او لعبه كره السله او الكره الطايره، يعني جميع الفرق الاولى. يمكن كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات اجتمع مع لاعبات النادي الاهلي وكلمهم عن يعني المشاركه في بطوله العربيه لكره السله سيدات في شهر سبتمبر عفوا، كلمهم عن المشاركه دي، وكلم كمان عن ان فتره الاعداد هتبتدي ان شاء الله بعد اجازه عيد الاضحى. ده كمان بالنسبه لجميع الفرق الاخرى. يعني كابتن ميدو مسلح اجتمع مع لاعبي النادي الاهلي لعبه كره الطايره رجال، وكمان الكابتن حمدي الصافي اجتمع مع لاعبات النادي الاهلي للعبه الكره الطايره، وكمان الكابتن محمد عادل اجتمع مع لاعبات النادي الاهلي لكره اليد. يعني جميع الاجهزه الفنيه اجتمعت مع جميع اللاعبين واللاعبات عشان يتكلموا عن فتره الاعداد، وانه خلاص يعني الموسم ان شاء الله هيبتدي في شهر سبتمبر وشهر اكتوبر اللي جايين يعني يعني خلاص الوقت ضيق جدا، فلازم يبتدوا فتره الاعداد. فان شاء الله يعني جميع الفرق الرياضيه هتبتدي التدريبات بعد اجازه عيد الاضحى المبارك. كمان النهارده ان شاء الله يعني النادي الاهلي هيستضيف مباراه على ملاعب التنس الارضي، مباراه الاهلي والزمالك لمرحله ال 12 سنه الناشئات، يعني ناشئات النادي الاهلي ونادي الزمالك ان شاء الله النهارده عندهم مباراه في الدور الثمانيه من بطوله الدوري العام للانديه 2022، والمباراه دي هتقام على ملاعب النادي الاهلي التنس الارضي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وان شاء الله المباراه النهارده هتبتدي الساعه 4:30 بعد العصر. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده يعني خليني اقول لك انا هوندا اقول لك يا كريم ولكل اعضاء النادي الاهلي انه النهارده ان شاء الله لجنه الطفل تحت رئاسه الاستاذه نداء داوود هتنظم النهارده يوم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يمكن امبارح نظموا نفس اليوم ده في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، النهارده ان شاء الله هيكون في الشيخ زايد وبكره في الجزيره الساعه 7 بالليل، وده هيكون يوم يعني بمناسبه عيد الاضحى المبارك احتفال بعيد الاضحى لكل اعضاء وعضوات النادي الاهلي وكمان الاطفال. هيكون في العديد من الانشطه زي الورش، يعني كمان هيكون في ندوه تعريفيه عن ايه هو عيد الاضحى للاطفال عشان يعرفوا اكتر معلومات اكتر عن عيد الاضحى، ويعني بيعملوا ايه بقى في الاجازه ويعملوا ايه في يوم عرفه. فكل ده هيكون موجود ان شاء الله النهارده في الشيخ زايد وبكره هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي كانت كل اخبارنا النهارده انا هوندو وكريم بالنسبه للنادي الاهلي والانشطه طبعا الخاصه باللجان وطبعا الفريق الاول لكره القدم. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك انا هوند طبعا، تفضل. مشكورك جدا على هذه التغطيه زميلتنا العزيزه جدا سالة حامد.